بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم بإذن الله في الحلقة دي على Installing and Managing Agents. زي ما احنا طبعا عارفين ان الـ DBM Server عشان يبدأ يتعامل مع اي ماشين لازم يرمي عليها Agent بأكتر من طريقة، سواء Automatic او Manual. هنشوف طبعا كل الكلام ده واحنا ماشيين بإذن الله في العملي. اوكي، طيب انا محتاج اتعرف على الريكويرمنت اللي انا محتاجها عشان اقدر انزل ايجنت على الماشينز اللي هي هتبقى باذن الله اسمها بروتكتد سيستمز، سواء سيرفرز او سواء كلاينتس او سواء ابلكيشنز. طيب اول حاجه قال لك بعد اذنك يا ريت يبقى الماشين اللي انت عايز تعمل لها بروتكشن دي تبقى فولي ابديت، يعني نازل عليها اخر سيرفيس باكس، معمول لها اخر هوت فيكسز، يعني بشكل بسيط تبقى فولي ابديتد، زائد السبورتد كلاينتس بالنسبه للدي بي ام سيرفر. هما مين؟ الويندوز سيرفرز اللي هي من اول 2003 لحد 2008 ار 2، الاسينشال بزنس سيرفر 2008 والسمول بزنس سيرفر 2008، والابلكيشن سيرفرز اللي هي سيكوال والاكشينج والشير بوينت. السيكوال من اول فيرجن 2000 لحد 2008 ار 2، الاكشينج سيرفر من اول 2003 لحد 2010، الشير بوينت من اول 2003 لحد 2010. دول السبورتد كلاينتس بالنسبه للدي بي ام سيرفر. طيب وقال لك برده خلي بالك ان لازم في كومن ريكويرمنت بالنسبه للديسكتوبس والسيرفرز، ان لازم يبقى الديسك بتاعها كله فورماتد ان تي اف اس. وقال لك خلي بالك لو انت عايز تعمل البيرميتال ريكفري او سيستم ستيت باك اب، محتاج على الكلاينت ماشين دي سواء سيرفر او كلاينت ستورج مساحتها من اول 15 جيجا لحد 20 جيجا، ده عشان اقدر اعمل سيستم ستيت باك اب. اوكي، وفي حبه هوت فيكسز يا ريت تبقى نازله. لو انت عندك ويندوز سيرفر 2003 بعد اذنك نزل النولج بيز اللي هي 940 349، اللي هي فوليوم شادو كابي سيرفيس ابديت. اوكي، لو انت عندك ويندوز سيرفر 2008 ار 2 بعد اذنك في فيتشر اسمه ويندوز سيرفر باك اب، بعد اذنك اعمل لها انيبل ونزلها سواء فيا سيرفر مانجر، يعني افتح السيرفر مانجر على فيتشرز واختار الويندوز سيرفر باك اب فيتشر، او ثرو كوماند لاين اكتب دي اي اس ام سويتش اون لاين سويتش انيبل داش فيتشر سويتش فيتشر نيم هي اسمها ايه الويندوز سيرفر باك اب. اوكي، يبقى معلش بعد اذنك انا هرجع تاني اقدر اقول لك الريكويرمنت عشان اقدر احمي اي ماشين وتبقى تحت طوعي لازم يبقى عليها او تبقى فولي ابديتد، زائد ان في انواع كلاينتس هي بس السبورتد على مستوى الويندوز سيرفر اللي هي ويندوز سيرفر 2003 لحد 2008 ار 2، قبل كده مش سبورتد، والاسينشال بزنس سيرفر 2008 والسمول بزنس سيرفر 2008، بالاضافه ان في ابلكيشن سيرفرز سبورتد، السيكوال من اول فيرجن 2000 لحد 2008 ار 2، الاكشينج من اول فيرجن 2003 لحد فيرجن 2010، الشير بوينت من اول فيرجن 2003 لحد فيرجن 2010. يبقى انا لو عندي اكشينج سيرفر 2000 يبقى ده معلش احنا اسفين مش سبورتد، لو عندي شير بوينت سيرفر 2000 احنا اسفين ده برضو مش سبورتد. اوكي، قال لك لازم الديسك فورمات والسبيس كل الديسكتوبس والسيرفرز اللي انا عايز اعمل لها بروتكشن تبقى كلها ايه الديسك بتاعها متفرمت ان تي اف اس. اوكي، وفي حاله ان انا عايز اخد سيستم ستيت باك اب من اي ماشين يبقى لازم يكون عليها من 15 ل ايه 20 جيجا فري سبيس. ليه؟ برضو اقول لك اسبق لك الايه المعلومه دي. لما انا باجي اعمل سيستم ستيت، اوكي، السيستم ستيت
ال ال اسف معلش الويندوز سيرفر باك اب اللي على الماشين اللي انا عايز اخد منها سيستم ستيت اللوكالي هو نفسه بيعمل الايه سيستم ستيت باك اب لوكالي على نفس الماشين مش الدي بي ام. بعد لما بيعمل السيستم ستيت لوكالي بيروح عامل ايه ترانسفير للايه سيستم ستيت ده لمين الدي بي ام. يبقى عشان كده انا محتاج 15 تو 20 جيجا على الماشين اللي انا عايز اخد منها سيستم ستيت باك اب. اوكي طيب في حبه هوت فيكسز محتاجها على الفايل سيرفر اوكي اللي هي بترن ويندوز سيرفر 2003 النولج بيز اللي هي 975 759 اللي هي فايل سيرفر فايل فلتر درايفر ابديت محتاجه هي تبقى نازله. لو انا عندي الفايل سيرفر نازل على ويندوز سيرفر 2008 محتاج الاثنين نولج بيزز دول 977 381 و975 759 اوكي واحده خاصه بالدي اف اس ريبليكيشن سيرفيس ابديت واحده خاصه بالفايل سيرفر بالفايل سيستم فلتر درايفر ابديت. لو انا عندي ويندوز سيرفر 2008 ار 2 محتاج يبقى ينزل الدي اف اس ريبليكيشن سيرفيس ابديت اللي هي النولج بيز 977 381. دي كلها هوت فيكسز يا ريت تبقى نازله. عشان كده بقول لك الافضل انك يبقى الماشين اللي انا عايز اعملها اخليها بروتكتد دي يبقى محتاج ان هي تبقى فولي ابديت عشان استريح. قال لك خلي بالك بالنسبه للسيكوال سيرفر ليه برضو ريكويرمنت. لو انا هستعمل السيكوال سيرفر 2008 اسف السيكوال سيرفر 2000 يا ريت بعد اذنك يبقى سيرفيس باك 4 او اعلى. لو انا هستعمل السيكوال سيرفر 2005 اس بي 1 او اعلى لازم تتاكد ان في سيرفيس اسمها الفوليوم شادو سيرفيس رايتر سيرفيس از ستارتد لازم تبقى اوتوماتيك وستارتد. السيكوال سيرفر 2008 ار 2 مش محتاج اي اديشنال ريكويرمنت لا انا بشتغل معاه على طول دايركتلي من غير اي اديشنال ريكويرمنت. بالنسبه للاكشينج سيرفر قال لك لو انت هشتغل مع الاكشينج سيرفر 2003 لازم يبقى سيرفيس باك 2 اوكي. وبعد اذنك يا ريت لو انت هشتغل مع اكشينج 2007 يبقى برضو باخر سيرفيس باك اللي هي سيرفيس باك 2. ولو هشتغل مع اكشينج سيرفر 2010 يا ريت تبقى 2010 سيرفيس باك 1 ده لازم. طيب في حاجه برضو لازم يعني اعملها عشان اقدر اشتغل مع الاكشينج سيرفر في تو فايلز اللي هو ESE utility دوت exe والاي اس اي دوت دي ال ال. يبقى انا عندي تو فايلز ESE utility دوت exe والاي اس اي دوت دي ال ال. دول تو فايلز هتلاقوهم تحت جوه ماكينه الاكشينج 2010 او 7 في الباس على السي بروجرام فايلز على مايكروسوفت على اكشينج سيرفر على بن. هتلاقي في التو فايلز دول بعد اذنك خد منهم كوبي وروح للدي بي ام سيرفر وحطهم في الباص اللي هو السي بروجرام فايلز مايكروسوفت الدي بي ام بن واعمل لهم بيست. اوكي يبقى لو انا عايز اعمل اكشينج بروتكشن يبقى قبليها محتاج اخد التو فايلز دول من مكنه الاكشينج من الباص اللي انا قلت عليه واحطهم بيست في الباص بتاع الدي بي ام سيرفر دول عشان جاست يعملوا مينتننس لل او ريبير للداتابيز بتاعه الاكشينج وانا جاي اعمل لها بروتكشن. الشير بوينت لو انت عندك شير بوينت 3.0 او 4.0 او 2007 محتاج يبقى نازل عندي التو ابديتس دول اوكي واللينك بتاعهم اهم باين ماشي. ومحتاج برضو يبقى الشير بوينت سيرفيسز الفي اس اس رايتر تبقى اوتوماتيك ستارتد
اوكي. لو انا عندي شيربوينت 2010 مش محتاج اي ريكويرمنت او اي ابديت على الشيربوينت ماشين خالص، انا بقدر كدي بي ام سيرفر اتعامل معاها بدون اي ابديتس ادد. لو انا عندي هايبر في ماشين وعايز اعمل لها بروتكشن، بعد اذنك نزل لها، لو انت عندك ويندوز سيرفر 2008 نازل عليه هايبر في، يبقى محتاج الاثنين نولج بيس دول اللي هي 948 465 سيرفيس باك 2 لل 2008، والنولج بيز 971 394 الهايبر في في اس اس هوت فيكس، والباس بتاعها موجود زي ما انت شايف. لو عندي ويندوز 7 2008 ار 2 ونزل عليه هايبر في، بعد اذنك في 2 نولج بيزس، يا ريت بعد اذنك تخش تعمل لهم داونلود اللي هي 975 354 الهايبر في باك اب وريستور ابديت. يبقى ده الابديت خاص بالهايبر بي باك اب وريستور، وعندي 975 921 اللي هي الفوليوم شادو كابي سناب شوت فيكس، ده برضو ابديت ريكوايرد لو انا عندي ماشين هايبر في. طيب عندي اوبشن حلو جدا، حلو، اسمه الاوتو ديسكفر. بيقول لك ايه؟ بص معايا كده على اليمين، بيقول لك اوتو ديسكفري رانز وانس بير داي تو ديسكفر نيو ويندوز كمبيوتر ذات ابيرز اون ذا نتورك. قال لك الدي بي ام عنده فيتشر اسمها الاوتو ديسكفري، بيعمل ايه؟ ان هو مره في اليوم، سواء هو باي ديفولت الساعه 1 الفجر، بيعمل ايه؟ بيسيرش في النتورك ويديسكفر ان النيو كمبيوترز، بحيث ان لو انا عايز اعمل لها بروتكشن ما تعبش، يبقى هو لوحده شايفها. يبقى قال لك اهو الدي بي ام بيرفورمز ديسكفري بروسيس وانس بير داي تو لوكيت النيو سيستمز تو ويتش ذا دي بي ام ايجنت كان بي ديبلويد. يبقى هو بيسيرش وبيديسكفر النيو سيستمز اللي هو ممكن يرمي عليها ايجنت. خد بالك ان هو لسه ما رماش عليها ايجنت، لا ده هو ديسكفر، شاف الماشينز اللي حواليه اللي هو ممكن في يوم من الايام يرمي او يقدر يرمي عليها ايجنتس، وهي باي ديفولت بتبقى الساعه 1 اي ام. منين بروح لاكشنز لاوبشنز لاوتو ديسكفر واختار الميعاد اللي هو مناسب بالنسبه لي؟ تعال نروح نبص عليها. هنروح للدي بي ام ماشين اهي، هفتح الدي بي ام كونسول، بيفتح معايا اهو. طبعا انا طبعا شغال فيرتشوال، فهتلاقي الدنيا تقيله سنه، لكن طبعا في اللايف الدنيا احسن من كده، ولو على مكنه فيزيكال الدنيا طبعا طبيعي بيبقى احسن من كده بكتير. تعالى معايا بقى نبص على اوبشن اسمه كمبيوتر ديسكفري في الدي بي ام سيرفر. الاوبشن ده بيعمل ايه؟ performs a discovery process once per day to locate new systems to which the DBM agent can be deployed. يعني ده option بجيبه منين؟ من action options auto discovery tab. بعمل بيه ايه؟ ده بيديسكفر اي ماشين جديده في الشبكه، بيعمل لها ايه؟ discovery، بحيث ان هو يقدر بعد كده ينزل عليها الايجنت. خلي بالك الايجنت لسه ما نزلش، ده بس الدي بي ام عنده فيتشر ان هو بيسيرش على كل الماشينز اللي هم في الشبكه اللي هو يقدر ينزل عليها ايجنت فقط لا غير. لكن حتى لو انا ما عرفتش اشوف الماشين اللي انا عايز اعمل لها بروتكشن، اقدر مانولي اروح اعمل انستليشن. ده بس جاست اوتو ديسكفر، ده بيسيرش فقط لا غير على الاجهزه اللي هي بتابير اون ذا نتورك، اللي هي بتشاف على الشبكه فقط لا غير. لك خلي بالك ده مش معناه ان هو بينزل عليه الايجنت، لا هو لسه لحد دلوقتي ما عملناش الايجنت انستليشن سواء اوتوماتيك او سواء مانوال. اوكي، وده اوبشن بيحصل كل ايه؟ كل يوم الساعه 1 بالليل.
طبعا الاوبشن ده كونفيجربل، يعني انا ممكن ايه بدل الساعه 1 اخليه الساعه 8 الصبح، 7 الصبح، الساعه 12 الظهر، زي ما انا عايز. يبقى انا عندي اوبشن اسمه كمبيوتر ديسكفري، ده بيعمل ايه؟ بيساعد الدي بي ام ان هو يعمل ديسكفري مره في اليوم، عشان يعمل ايه؟ يلوكيت، يدور على النيو سيستمز اللي هو يقدر ينزل عليها ايجنت بعد كده. تعالى معايا نروح للدي بي ام سيرفر ونبص على اللي الاوبشن ده تحت اكشنز، تحت اوبشنز، تحت اوتو ديسكفر تاب. تعالى نروح معانا للدي بي ام سيرفر، ادي الدي بي ام كونسول. هنروح لاكشن اوبشن، الاقي اوتو ديسكفري تيب، يبقى سواء من الاكشن اهو اوبشن او من اكشن. طبعا لما اجي على البروتكشن، اسف، اجي اكشن اقول له اوبشن، ماشي. انا هضطر اقفل بس الكونسول عشان في مشكله في الكونسول، هفتح كونسول تاني. بص معايا اهو اكشن اوبشنز، الاقي اوتو ديسكفري تاب بيقول لك اوتو ديسكفري رانس وانس بير داي تو ديسكفر نيو ويندوز كمبيوترز ذات ابير اون ذا نتورك. يعني ده اوبشن بيحصل له رانينج وانس بير داي، مره في اليوم، باي ديفولت الساعه 1 بالليل. ده عشان يسيرش ويديسكفر على النيو ويندوز كمبيوتر ذات ابير اون ذا نتورك، عشان بغرض ان هو يقدر بعد كده ينزل عليهم الايجنت. اوكي، يبقى انا عندي سواء من هنا او سواء اروح على مانجمنت، اروح على اوبشنز، اوكي، وافتح الاوتو ديسكفري من هنا او من هنا، في الاثنين واحد. تعال نرجع تاني للسلايد عشان ايه نكمل الموديول الجميل ده. دي بي ام ايجنت انستيشن اوبشن، انا عندي اكتر من طريقة ارمي بيها الدي بي ام ايجنت، سواء بوش انستليشن او مانوال انستليشن. ايه فكرة البوش انستليشن؟ البوش works for non-firewalled machines، also works if firewall exceptions are in place. يعني انا عندي اول طريقة ان هي بوش. بوش، كلمة بوش دي يعني انا ايه برمي الايجنت من عن طريق مكنة ايه الدي بي ام سيرفر نفسه، يبقى انا ايه برميها. دي احسن في ايه؟ احسن امتى؟ اسف، احسن لما تكون انت قافل الفاير وول على الماشين اللي انت عايز ترمي عليها الايجنت، او فاتح البورتس اللي هي الدي بي ام بيتعامل فيها مع الماشينز اللي انت عايز ترمي عليها الايجنت. يبقى انا عندي اول طريقه اسمها البوش انستليشن، ودي بتشتغل منين؟ بتشتغل من الدي بي ام سيرفر نفسه، الدي بي ام سيرفر نفسه بقدر اعمل بوش على ماشين. طب البوش ده وانا هشوف ازاي الماشين اللي انا عايز ارمي عليها الايجنت؟ عن طريق الايه؟ اوتو ديسكفر. يبقى انا اول لما الدي بي ام بيسيرش عليها ويلاقيها، ممكن ساعتها ايه؟ يبقى انا عندي الصلاحيه ان انا اقدر اعمل بوش انستليشن عن طريق الدي بي ام، وهنشوف ازاي. لكن شرطه الاساسي ان يكون اما الفاير وول او الويندوز فاير وول مقفول على الماشين دي، او الفاير وول اكسبشنز ابلايد على الماشين دي، واحنا اتكلمنا عليها قبل كده، فبرجاء ترجع لها. كانت صفحه عليها كل البورتس اللي هي ريكوايرد ان هي تتفتح عشان اقدر اعمل الدي بي ام سيناريو عندي في الشبكه. عندي المانوال انستليشن، دي معناها ايه؟ امتى؟ على الفاير وولد كمبيوترز، يعني الاجهزه اللي انا منزل عليها فاير وول، او اللي هي نان دومين ان بوينتس اللي هي بالجوين دومين. يبقى عندي طريقتين، البوش ده عن طريق الدي بي ام سيرفر نفسه، والمانوال عن طريق ان انا اقعد على الماشين اللي انا عايز انزل عليها السوفت وير واكونكت على الدي بي ام سيرفر، والاقي عليه شيرد فولدر، عليه الفايل، وابدا اعمل له انستليشن اند سو اون. طيب المانوال انستليشن انستراكشن، طيب دلوقتي
البوش دي سهله جدا. المانيوال عايزه لها لعبه سنه كده، ايه سنه بسيطه اللي هي ايه، بروح بعمل مانوال انستليشن للدي بي ام ايجنت على الايه الاند بوينت بتاعتي او على السيرفر بتاعي اللي انا عايز اعمل له بروتكشن. وبعديها بستخدم الكوماند اللي هو سيت دي بي ام سيرفر عشان اقول الماشين دي ان خلي بالك انت ليكي دي بي ام سيرفر اسمه كذا ومكانه في الحته الفلانيه. بعد كده بروح للدي بي ام سيرفر على الكونسول بتاعه بقول له خلي بالك انا كنت ايه نزلت ايه الدي بي الدي بي ام ايجنت على ماشين اسمها كذا، بعد اذنك روح اعمل لها اتاش. يبقى تاني معلش اعيد الصفحه دي كلها تاني، عندي طريقتين ان انا اقدر انزل الدي بي ام ايجنت، سواء بوش ده عن طريق الدي بي ام كونسول نفسه او مانوال انستيشن عن طريق ان انا اروح على ماشين وانزل الدي بي ام ايجنت سوفت وير مانوالي واعمل كوماند بحيث اقول الماشين دي ان الدي بي ام سيرفر بتاعك اسمه كذا، وبعد كده اروح على الدي بي ام كونسول وانزل واعمل اتاش للمكنه دي. يبقى انا عندي طريقتين، بوش انستليشن وعندي مانوال انستليشن. البوش عن طريق الكونسول، المانوال عن طريق ان انا ايه بنزل سوفت وير مانوالي. دي احسن في ايه؟ احسن البوش لما يكون عندي نون فاير وول ماشين انا قافل عليها الفاير وول او فاتح الدي بي ام اكسبشن بورتس عليها. المانوال لما اكون انا ايه قافل الفاير وول عليها او يكون ماشين في ورك جروب انفايرمنت. اوكي، وادي الشاشه اللي هي بيطلع لي عشان اقدر اعمل ايجنت. خد بالك دي البوش انستليشن ودي الاتاش ايجنت بعد لما اعمل مانوال انستليشن. اوكي، وده انا بروح للباس ده على مكنه الدي بي ام وابدا انزل الايجنت. تعال معايا نبص ازاي بعمل انستول اوتوماتيكلي وازاي بعمل انستول مانوالي. تعال على الماشين بتاعت الدي بي ام، واجي على المانجمنت على ايجنتس اقول له اعمل لي انستول. خد بالك هو المفروض ان هو هيسيرش او هو اوريدي عمل سيرش على الماشينز اللي هي في الشبكه. اقول له اهو ريزيوم، يبقى انا معلش هرجع تاني هعمل كنسل واروح للمانجمنت على الايجنتس. الماشينز اللي انا عايز ارمي عليها ايجنت حاجه على مانجمنت على ايجنتس، سهل جدا في الكونسول. اقول له انا عايز اعمل ايه انستول، هيفتح لي صفحه الايجنت ديبلويمنت بيج. اوكي، بيقول لي سيلكت الايجنت ديبلويمنت ميثود، انت عايز ترمي ايجنت باني طريقه انستول ايجنتس. خد بالك ان كله بقى ايه ديمد. دي في ايه ريكومندد؟ ريكومندد فور كمبيوترز ذات ار نوت بيهايند فاير وولز. دي ريكومندد لما يكون الجهاز معلوش فاير وول او الفاير وول مقفول، او كمبيوترز ذات هاف ذا ريكوايرد اكسبشن كريتد ان ذا فاير وول، او انا فاتح عليها الدي بي ام بورتس اللي هي ايه الريكوايرد ان انا اقدر انزل عليها الايجنت. ماشي، يبقى دي احنا بنسميها البوش انستليشن. انما عشان اقدر اعمل مانوال بروح على الماشين نفسها، بروح على الماشين نفسها ماشي اللي هي فين اللي انا عايز ارمي عليها ايجنت، واكونكت على باس معين في الدي بي ام سيرفر، الاقي الدي بي ام ايجنت اعمل له انستليشن، وبعد كده ثرو الكوماند بقول له ايه خلي بالك انت يا مكنه الدي بي ام سيرفر بتاعك اسمه كذا. الخطوه الثالثه بروح على الدي بي ام كونسول واقول له انا عايز اعمل اتاش للايه ماشين دي. اوكي، اتاش دي امتى؟ لما تكون الكمبيوترز بيهايند فاير وول، لما يكون الفاير وول اون عليها ماشي، او الاجهزه الايجنت از اوريدي انستولد عليها ماشي،
او الاجهزه اللي الايجنت will be installed externally مش through الاي دي بي ام سيرفر. وممكن انزل على جهاز في الدومين او في ورك جروب سواء ده او ده. اوكي تعال الاول نجرب الانستول ايجنتس البوش انستليشن او النكست. خد بالك جميل جدا هو بالاوتو ديسكفر. معلش انا هكنسل هعمل اوبشن بالاوتو ديسكفري دي اوبشن ده هو عمل ايه راجل محترم جدا لما قلت له انستول ايجنت راح عمل ايه؟ بص هو كان اوريدي عمل سيرش فلقى ان انا عندي كم ماشين ثلاثه الدي سي 01 الاكشينج 01 الكلاينت 01 ده ويندوز 7 وده الدومين كنترولر اللي هو نازل على ويندوز ار 2 وده الاكشينج سيرفر 2010 نازل على ويندوز سيرفر ار 2. انا عايز انزل ايجنت على اني ماشين؟ قال لك The computers listed are in the same domain as the DBM server. هو لما عمل discovery عمل discovery على الماشينز اللي هي في الدومين. اوكي؟ ده لو عمل سيرش عليها. لو الماشين اللي انت عايز ترمي عليها ايجنت مش هنا مش في الليسته دي. هو ما قدرش يعمل لها discovery. تعمل ايه؟ قال لك اهو to add a computer from a different domain type the fully qualified domain name اللي هو اسم الماشين دوت اسم الدومين اللي هي فيه. انا حاليا عايز ارمي الايجنت على مين؟ على الدي سي 01 اقول له اد بص معايا بعد ما انا عملت اد بان لي الجهاز اقول له نيكست يقول لي بعد اذنك قول لي اليوزر نيم والدومين فور دومين اكونت ذات هاز ادمن رايتس اون ذا كمبيوتر اون ويش يو ونت تو انستول ايجنت. قال لك بعد اذنك ادي لي اليوزر نيم والباسورد اللي هم ليهم صلاحيه على الجهاز ده وعلى الدومين ان انا اقدر انزل ايجنت. ريزيوم ادمنستريتور باسورد اقول له نيكست. بيقول لك خلي بالك يو مايت نيد تو ريستارت ذا بروتكتد كمبيوتر افتر انستولينج ذا اي ايجنت. قال لك خلي بالك انت ممكن تنزل انت ممكن يطلب منك انك تعمل ريستارت بعد لما تنزل ايجنت. ده بالنسبه للويندوز 7 2003 والاكس بي. واخد بالك انت ممكن تدي امر للدي بي ام ان هو يعمل اوتوماتيك ريستارت او لا يستناك انت لما تعمل ايه ريستارت. اهو دي وونت دي بي ام تو ريستارت ذا سيرت كمبيوتر. اقول له ريستارت ماشي افتر انستولينج ذا ايجنت او لا انا هعمل ايه ريستارت ليتر. فانا هختار الاوبشن لايه ان ده ماشين 2008 وده الدومين كنترولر فما ينفعش ان هو ايه يعمل له ريستارت. نيكست اوكي اقول له انستول اهو بيرفورمينج يعني كده بدا ينزل الايجنت على الماشين اللي هي دي سي 01. تعالى الاول نبص على الدي سي 01 مفيش اي فولدر خاص بالدي بي ام انستليشن لسه لازال بيعمل بيرفورمينج بانستول. ياخد له دقيقه دقيقتين بكتير قوي طبعا عشان انا بس شغال فيرتشوال فالدنيا بطيئه سنه لكن في اللايف الدنيا اسرع من كده بكتير. كده هو شغال بينزل مادام قال لك بيرفورمينج. ممكن اعمل ايه؟ ممكن اعمل كلوز. خد بالك هو لسه اهو بيقول لك ايه
شايف انت الايجنت على دي سي 1 بينزل اهو 5%، خد بالك لسه بينزل 6%، يبقى كده معناها ان الايجنت بدأ ينزل. عايز تروح بقى تبص عليه فعلا، روح لمونترنج، لسه ولا زال بينزل. خد بالك ان هو نزل خلاص اهو، بعد ما قال لك الايجنت اوكي، كده معناها ان الايجنت ده نزل خلاص. تعال معايا نبص على دي سي 01، تعال نفتح السي بروجرام فايلز، الاقي ان في فولدر اسمه مايكروسوفت داتا بروتكشن مانجر، هو ده جواه الدي بي ام، هو ده معناه ان الايجنت ده نزل. تعال بص معايا كنترول بانل، تعال بص معايا على بروجرام اند فيتشرز، الاقي ان فعلا الايجنت الدي بي ام ايجنت نزل على الماشين، وهو ده طريقه البوش انستليشن. طيب تعال نرجع للسلايدز بعد اذنك، تعال بص معايا على، احنا اتكلمنا على اول طريقه اللي هي بوش انستليشن. خد بالك برضو ان انا وانا قبل لما اعمل بوش انستليشن رحت رايح للدي سي 01 وايه قافل الاي فاير وول، او فتحت الدي بي ام بورتس اكسبشن على الويندوز فاير وول بتاع دي سي 01. طيب تعال نبص على المانوال انستليشن، تعال نبص على المانوال انستليشن بيتعمل ازاي. بيتعمل لما يكون الفاير وول كمبيوتر مقفول، يعني انت قافل على الجهاز ده الفاير، او يعني معنى صح فتحه، ويكون الجهاز ده نان دومين اند بوينت. بعمل ايه؟ بروح بكونكت على الدي بي ام سيرفر على باس معين، واستخدم الامر اللي اسمه سيت دي بي ام سيرفر، واعرف للجهاز ده ان هو الدي بي ام سيرفر بتاعه كذا، وبعد كده اروح للدي بي ام كونسول واعمل اتاش. طيب تعال نبص على، عندي ماشين ويندوز 7 هخش عليها اعمل لوجن مثلا بالدومين ادمن، ادي الماشين، بص معايا كده سي بروجرام فايلز، مفيش اي حاجه فيه خالص. تعال معايا بص كده، انا كنت بس منزل عليها الايجنت قبل كده، وطبعا شلتها عشان ايه نعمل عليها تيست. تعال معايا على الباس ده بروجرام فايلز، ومعلش هعمل ديليت. اوكي هي كده معلاش اي ايجنت خالص. طيب انا عايز اعمل ايه؟ تعالى معايا بص للسلايد، قال لك اول حاجه تعملها مانوالي انستول الدي بي ام ايجنت على الايه اند بوينت ماشين انت عايز تنزل عليها الايجنت، بعد كده استخدم سيت دي بي ام سيرفر. طيب تعالى بص كده، انا هخش على الباس ده، حلو، هخش على الدي بي ام سيرفر نفسه على بروجرام فايل مايكروسوفت دي بي ام، دي بي ام بروتكشن ايجنت، هلاقي ايه الايجنت. تعالى معايا نروح نعمله، ادي وين 7، هخش على، هقول له انا عايز اخش على الدي بي ام 2K10
على السي بتاعه، دخلت على السي بتاعه بتاع الدي بي ام سيرفر، اخش على الدي بي ام، الدي بي ام ماشي، بروتكشن ايجنت ار اي 3.7 ام دي. خد بالك، بص معايا كده، بخش على ايه الاي ام دي 64 بت، اخش على الايجنت نفسه، اسف اهو، يبقى تاني بخش على الباص ده على الدي بي ام سيرفر ماشين، والاقي لا مش الباص ده، في حاجه غلط، اي ام دي 64 بت، والاقي الدي بي ام ايجنت انستولر 64 بت اي اكس اي او ام اس اي، لو انا عايز ارميها ثرو جروب بوليسي انا هقول له عايز انزل الايجنت ده على الماشين دي. بعد لما انزل الايجنت ده هشوف انا هعمل ايه. انا اسف، انا برميها على 64 بت، لا انا هستخدم ال 32 بت. انا نسيت ان انا منزل ويندوز 7 32 بت، فانا هستخدم ال 32 بت مش ال 64 بت. وعندك الاثنين موجودين على الباص ده، لو 64 بت او 32 بت الاثنين موجودين. اهو بدا ينزل الايجنت، يبقى انا ممكن انزل الايجنت مانوالي على اي ماشين عندي في النتورك. طبعا اللي هو اسهل ان انا اعملها بوش انستليشن عن طريق الدي بي ام كونسول نفسه، اوكي. لكن لو ماشين او جروب انا لازم اعمل لها مانوال انستليشن للايجنت. خلاص اهو بيخلص انستليشن. يبقى برضو لحد ما هو يخلص احنا واقفين على ماشين ويندوز 7. عملت ايه؟ دخلت على الدي بي ام سيرفر، كتبت اسم الدي بي ام سيرفر، ودخلت على السي بتاعه، من السي دخلت على بروجرام فايلز مايكروسوفت دي بي ام، دي بي ام بروتكشن ايجنت ال RA 3.0، الاقي 2 فيرجن 64 بت او 32 بت حسب ما انا بنزل. لو انا بنزل على ماشين 32 بت يبقى هنزل ال 32 بت دي، او لو انا بنزل على 64 بت هنزل ال 64 بت. كده خلاص اهو، قال لك بريس انتر كي تو كلوز ذا ويندو، انا كده نزلت ايه الايجنت صح، اللي هي مانوالي انستول ذا دي بي ام ايجنت. طب بعديها اعمل ايه؟ قال لك على نفس المكنه انت فيها رن الامر اللي اسمه سيت دي بي ام سيرفر، عرف للمكنه دي ان هي ليها دي بي ام سيرفر اسمه كذا. اللي هو اعمل ايه؟ اخش لوكالي على الباس ده اللي هو لوكال بقى على نفس المكنه، سي بروجرام فايلز مايكروسوفت داتا بروتكشن مانجر على دي بي ام على بن ماشي، الاقي فيه سيت ده الامر set دي بي ام سيرفر داش دي بي ام سيرفر نيم اسمه كذا. تعال نروح نعملها ونبص عليها. هروح على مكنة الويندوز 7، السي ام دي، واقول له run as administrator. تعال الاول نبص على الباس، على السي، على بروجرام فايلز، على مايكروسوفت داتا بروتكشن مانجر، على الدي بي ام، على بن. الاقي هنا عندي ايه؟
امر اسمه سيت دي بي ام سيرفر. اروح على الباص ده اجي اقول له سي دي تشينج دايركتوري للباص ده واقول له انا كده عايز اعرف الدي بي ام سيرفر بتاع الماشين دي اللي انا واقف عليها. اقول له سيت دي بي ام سيرفر داش دي بي ام سيرفر نيم هو دي بي ام 2k10.hs.com. قال لك فعلا ان هو كده عرف ان ال دي بي ام 2k10.hs.com هو يعني هو ده الدي بي ام سيرفر اللي هو تابع للماشين اللي انا واقف عليها حالا. ينقصني خطوه واحده، هروح للدي بي ام نفسه للكونسول اقول له انا عايز اعمل انستليشن. طب انستول ازاي وانا اوريدي منزل الايجنت؟ قال لك لا، اعمل اتاش ده للكمبيوترز اون ويتش ايجنت از اوريدي انستولد. اقول له اوكي، اسمه ايه الماشين؟ هروح ابص عليها، هي دي كلاينت 01، هي دي نيكست. هيقول لي اديني اليوزر نيم والباسورد بتوع الدومين اللي انا اقدر اكتب بيها عليها. نيكست، بيعمل لها اتاش، مش بقى انستليشن، لا اتاش فقط لا غير. اقول له اتاش بيرفورمنج اهو، مش هياخد وقت عشان اوريدي الايجنت اوريدي نازل. قال لك اتاش سكسس، يبقى انا كده نجحت ان انا اعمل الطريقتين البوش انستليشن والمانوال انستليشن. اوكي، تعالى نرجع للسلايدز تاني. دي الاتاش اللي انا عملتها. طيب معلش بعد اذنك، تعالى بس انا هرجع الحته دي عشان انت بس ايه ما تتوهش مني. عندي طريقتين ان انا اقدر اعمل بوش انستليشن ومانوال انستليشن للدي بي ام ايجنت. البوش عن طريق ايه؟ الكونسول، ان انا بكتب له يا اما هو عمل اوتو ديسكفر وجاب لي اسم الجهاز بتاعي وانا هقول له اد وادي له اليوزر نيم والباسورد اللي هم الشخص اللي هو في الدومين اللي هو يقدر ينزل ايجنت على الماشين دي بالذات، او اكتب له اسم الماشين فولي كواليفايد دومين نيم واقول له اد وادي له نفس القصه اليوزر نيم والباسورد. ماشي، وكده معناه ان انا ايه بنزل اوتوماتيك انستليشن او بوش انستليشن. انما المانوالي بعمل ايه؟ بروح اقعد على نفس المكنه اللي انا عايز اعمل عليها ايجنت واحميها، واخش على الباس اللي هو سي بروجرام فايلز مايكروسوفت داتا بروتكشن مانجر على دي بي ام، على دي بي ام ايجنت، وانزل الدي بي ام ايجنت سوفت وير سواء 32 بت او 64 بت على الماشين دي. بعد كده بخش لوكالي على الباس اللي هو ده، يعني ادي ويندوز 7 هو نزل فين الايجنت اهو على سي بروجرام فايلز. ادي الايجنت لما نزل، نزل في الباس ده، بخش جواه على دي بي ام على بن، الاقي في امر اسمه سيت دي بي ام سيرفر، هو ده برنه عن طريق الكوماند لاين اهو. دخلت على الباس ده واقول له سيت دي بي ام سيرفر داش دي بي ام سيرفر نيم، يعني خلي بالك ان السيرفر نيم بتاع الدي بي ام اسمه كذا، شكرا. واروح على الدي بي ام اعمل انستول واقول له اتاش، واعمل اتاش للايه الماشين عادي خالص، والدنيا سهله جدا. وادي الاثنين ايجنت نازلين، اوكي نازل عليهم فيرجن 3.0 7696.0، والاساس الاثنين عليهم اوكي. لكن خلي بالك المكانتين دول لسه ما اقدرش
اخد منهم باك اب ليه؟ ان هم ان بروتكتد كمبيوترز، لكن نازل عليهم ايجنت، يعني دول لسه مش محميين لكن اوريدي نازل عليهم الايجنت، والايجنت نازل اوكي والدنيا الحمد لله زي الفل. طيب تعال نرجع للسلايدز وناخد اخر حاجه. انا برضو حط لك صور حلوه بحيث انت لو ايه حتى نسيت تقدر ايه ترجع لها ثرو السلايدز. اخر حاجه اسمها throttling agent network usage، دي ليها ميزه وليها عيب. يعني ايه throttling؟ ان انا اخنق الايجنت، اخنق ايه النتورك يوسج. طب تعال نشوف ايه الميزه وايه العيب. طيب الميزه ان بي allow you to limit the amount of total bandwidth that can be used by agent for synchronization. بمعنى بص معايا كده وركز معايا، الدي بي ام سيرفر بيشتغل ازاي؟ ان هو بيرمي ايجنت على الماشين اللي هو عايز يحميها، بعد كده بيحصل انيشال ريبليكيشن، الدي بي ام سيرفر بياخد ريبليكا من السورس داتا اللي هو عايز ياخدها على الماشين اللي هو اوريدي نزل عليها الايجنت دي اوكي، ويحطها عنده، وكل شويه يعمل ايه؟ سينكرونايزيشن، يعمل تزامن، صح؟ طيب نفترض ان انا كدي بي ام في فرع القاهره، والماشين اللي انا عايز احميها دي في فرع اسكندريه، انا كده هضطر استخدم ايه؟ الوان باندويث، صح؟ قال لك ان انا كمان ممكن ايه احكم الايجنت ان هو يسينك بميجا بت معينه. يعني ازاي؟ بص معايا كده، تعال نروح لل دي بي ام نفسه. الكلاينت دي مش معايا في نفس السايت، دي سايت تاني فرع اسكندريه. طيب فرع اسكندريه يعني ما بين الدي بي ام سيرفر والكلاينت دي بينهم ايه؟ وان كونكشن. طيب دي معناها ان هو لما يجي الكلاينت ده يسينك مع الدي بي ام سيرفر هيستهلك ايه؟ باندويتس من الايه؟ الوان كونكشن اللي هي بين فرع اسكندريه وفرع القاهره، وده ممكن ايه؟ يبطئ لي السرعه او الحركه ما بين الاثنين، الفرع القاهره وفرع اسكندريه. ممكن اعمل حاجه اسمها ثروتل كمبيوتر، يعني اخنق لي الجهاز. بص انا هعمل ايه؟ هقول له اول حاجه انا عايز اعمل انيبل النتورك باندويث يوسج ثروتلنج. اول حاجه هعرف له ان انا عندي وركينج اورز، انا عندي ايام شغلي من الحد لحد الخميس ما عدا جمعه وسبت. ما عدا الجمعه والسبت بشتغل من الساعه كام؟ بشتغل من الساعه 8 الصبح لحد الساعه 4، ده اكشولي مواعيد شغلي او الوركينج سكيدول، ماشي؟ طيب قول له خلي بالك انا عايز اعمل ايه؟ انيبل النتورك باندويث يوسج ثروتلنج، يعني انا عايز اتحكم في النتورك باندويث، حلو، عن طريق ان انا اخنق السينكرونايزيشن ما بين الدي بي ام كلاينت والدي بي ام سيرفر. يعني اقول له خلي بالك في الوركينج اورز انت ممكن تشتغل بايه؟ بواحد ميجا بت، اسف، 1 ميجا بت بير سكند، لكن في النون وركينج اورز بعد مواعيد الشغل انت ممكن تعمل سينك ب 5 ميجا بت بير سكند. يبقى انا كده بحكم الدنيا، بعمل ايه؟ بحكم الدنيا. خلي بالك ان الاوبشن ده خاص في البروتكشن والريكفري، حتى وانا جاي اعمل ايه ريكفري، يبقى في حاله ان انا بعمل ريكفري وانا شغال في الوركينج اورز انا هستخدم ايه؟ باندويث 1 ميجا بت بير سكند، ان انا اقدر اعمل ريكفري ثرو ال 1 ميجا ده، لكن بعد مواعيد الشغل ممكن استخدم الفول باندويث اللي هي 5 ميجا بت بير سكند. اهو بيقول لك اهو سبيسيفاي ذا نتورك باندويث يوسج ثروتل سيتنجز فور ذا سيلكتد بروتكتد كمبيوتر. يبقى دي انا ممكن اعملها، يعني ايه؟ ممكن اعملها على مستوى كل جهاز عندي، لكن ده شرط ان يبقى عندي ال كيو او اس باكيت سكيدولر انستولد على كل ماشين، ماشي؟ خد بالك انا عملتها على الاي كلاينت لكن ما عملتهاش على مستوى الدي سي 01،
يبقى كده انا اقدر ايه بتحكم في الايه في ال باندويث في حاله ان انا اعمل بروتكشن او اعمل ريكفري على مستوى الجهاز الواحد. تعال معايا نبص على السلايدز اهو. قال لك انت ممكن تعمل ايه. قال لك allow you to limit ده الايه البروس المزايا. allow you to limit the amount of total bandwidth that can be used by the agent for synchronization, keep business running alongside operation tasks. يعني بيخلي الشغل شغال بجانب ان انا بعمل تاسكس معينه. العيوب ان هي بتعمل اكستند بتزود ال amount of time it takes to complete a synchronization. يعني ان انا لو انا هستخدم ال 5 ميجا كاملين ممكن اعمل سينك في دقيقه، انما لو انا هستخدم 1 ميجا بس هعملها ايه في 10 دقائق. فهو ده عيب من العيوب. بقدر احدد بعمل مانجمنت اهو. بص معايا باجي على مانجمنت على ايجنت بقول له ثروتل كمبيوتر واحدد له الورك اورز بتاعتي، وانا عايز استخدم قد ايه باندويث في الورك اورز واستخدم قد ايه باندويث في الايه نون ورك اورز اند سو اون. دي بعملها على مستوى كل جهاز على حده. اوكي وادي المنظر اللي احنا شفناه. طيب عندي اخر حاجه ان انا اقدر اعمل انيبل ديسيبل او اعمل ريفرش الايجنت. بمعنى ان انا تعالى على الايجنت ده ممكن اقف عليه اقول له انا خلاص مش عايز اعمل ايه، انا عايز اعمل ديسيبل للاي ايجنت مش عايز اشتغل دلوقتي، او اعمل انستول من على الماشين نفسها، او لو في فيرجن جديد نزل لل ايجنت. يعني مثلا دلوقتي هو نازل عليه 3.0 سي مثلا نزل عليه 3.1 ممكن اقول له ايه ريفرش انفورميشن، يعني اعمل ابديت لل دي بي ام ايجنت اللي هو نازل على الماشين اند سو اون. وطبعا احنا شفنا اللي هي ايه ثروتل كمبيوتر. يبقى عندي كذا اوبشن ان انا اعمل ديسيبل او اعمل ان انستول او اعمل ثروتل او اعمل ريفرش انفورميشن، اعلي الايه البروتكشن ايجنت فيرجن على البروتكتد سيستم اللي انا عايز احميها. وبكده يبقى احنا خلصنا الموديول ده والحمد لله. يعني كده احنا يعني على الطريق الصح ان احنا نقدر نبدا نشتغل بالدي بي ام كونسول نفسه كله. احنا كده عملنا انيشال كونفيجريشن تاسك، زائد ان انا خلاص نزلت الايجنت هبدا اقدر بقى اعمل بروتكشن واعمل ريكفري باذن الله بالحلقه الجايه. شكرا.